استمرارا لفعاليات الدوره الاولى لمهرجان الجونه السينمائي الدولي، فقد اعلنت لجنه تحكيم ورشه طياره للفيلم القصير عن جوائزها، حيث جاء فيلم شوكه وسكينه بالمرتبه الاولى ليفوز بجائزه الطياره الكبرى، ويليه فيلم فعل فاضح. تفاصيل اكثر عن اعضاء الورشه في التقرير التالي. من بين أكتر من 700 فكرة فاز سيناريو فيلم الشوكة وسكينة بجائزة ورش الطيارة للفيلم القصير، واللي بتأتي تتويجاً لشراكة بين مهرجان الجونة السينمائي وشركة طيارة اللي بترقصها الفنانة هند صبري. فكيف حدثت هذه الشراكة؟ احنا اخترنا بعض، بمعنى ان مهرجان الجونة مهرجان بيبتدي وبيبتدي كبير، واحنا كان نفسنا شراكة ما بين طيارة وما بين مهرجان، تبقى شراكة تفيد الاتنين. احنا مستفيدين جدا بالبيكو، بالصحافه اللي موجوده، بالاتنشن، التركيز اللي موجود، فاحنا كطياره مستفيدين، وفي نفس الوقت اعتقد ان مهرجان الجونه مستفيد بوجودنا، بوجود شباب جايين عايزين يحققوا حلمهم انهم يعملوا اول فيلم ليهم. الجائزة عبارة عن إنتاج الفيلم وعرضه على الإنترنت من قبل الشركة خلال 2018، وبهذا تتحقق أهداف مهرجان الجونة. هدف أي مهرجان أنه يساعد صناع الأفلام أنهم يعملوا أفلامهم، فالشراكة أنا شايفة أنها ناجحة، نجحت السنة دي، وإن شاء الله هتبقى كل سنة، السنة الجاية هتشوفوا الفيلم اللي احنا هننتجه في مهرجان الجونة، فهتشوفوا هتتابعوا مع بعض بداية هذه الشراكة، ولادة هذه الشراكة. ضمت لجنة تحكيم الجائزة عدد من السينمائيين أبرزهم الفنانة هند صبري، المخرج عمرو سلامة، والسيناريست تامر حبيب. أنا عجباني فكرة ورشة الطيارة بشكل عام، وعجبني الاتجاه بتاعهم وفكرة التفكير في أنهم يعملوا لأول مرة أفلام سواء قصيرة أو طويلة، وإن شاء الله مسلسلات تبقى أونلاين بس يعني ما تعرضش على شاشات التلفزيون. هي فيها حاجة فريش ومعمول بيها في العالم كله، ودورها أنها تبقى موجودة هنا دلوقتي. برغم انشغالها بأعمالها الفنية، إلا إنها قررت إنشاء شركة طيارة. بالنسبة لي دي حاجة تهمني، تخصني، وأنا يعني كان ممكن أدخل مشروع تاني، مثلا أدخل مطعم أو أدخل كافيه، لا أنا كنت عايزة أدخل مشروع له علاقة بالسينما وله علاقة بتنمية المواهب، فبالعكس دي حاجة مش بتضايقني خالص. هل تركيزها على تقديم المحتوى الرقمي توقع منها لمستقبل صناعة السينما؟ الشباب بيكتر، الشباب متعلم أكتر، والشباب عنده موبايل وعنده كاميرا، ويقدر يعمل فيلم بالكاميرا في البيت ويمنتجه، ويقدر يتفرج عليه كمان على الموبايل بتاعه، فالموبايل ده بقى زي قاعة سينما كاملة متكاملة. فقلت طب ما احنا لازم نبتدي نفكر زي الشباب دول، بس فعشان كده دخلت في طيارة.